مشاركة صالح جمعة. صالح كلنا بنتمنى أنه يستغل الفرصة دي ويكون ليه دور كبير في الفترة اللي جاية مع فريقه. وفي كلمة حتى لسه قايلها يعني واحد من زمايلنا، بيقول لي أنا لما شفت صالح في الملعب حسيت إن إحنا جبنا جون، وأتمنى إنه ده يوصل له ويوصل له فعلا، إن إحنا بنعول عليه وبنسبة 100%، وقد إيه أنت دورك مهم وفارق، وإحنا منتظرين منك إن أنت يعني تسعدنا وتسعد جماهير النادي الأهلي. طبعا دور مهم جدا. كمان خلينا نتكلم مكاسب النادي الأهلي كتيرة امبارح قوي. أنا في رأيي الشخصي خلينا نتكلم على صالح جمعة، وخلينا نتكلم بكل أمانة، تأخير صالح جمعة في الاشتراك أو الدخول القائمة ده بيكون في صالح اللاعب، لازم الناس تعرف كده. المدير الفني هو الوحيد اللي قادر على الدفع باللاعب، خاصة بعد غياب كبير جدا، إن هو صالح اشترك لمدة 5 6 دقائق أو 10 دقائق في الشوط الثاني. أكيد إن شاء الله لو هياخد أو لياقته البدنية، لأن اشتراك صالح على اللياقة البدنية، يمكن فايلر كان دايما بيتكلم إن اكتمال الحالة البدنية لصالح. أعتقد كمان الحالة البدنية، بس مش الحالة اللي هو بيتمرن كويس، الحالة البدنية إن هو كمان اسمها لياقة المباريات. لياقة المباريات دي بيبقى حالة خاصة جدا ولياقة خاصة جدا. اشتراك صالح جمعة ودخوله القائمة، وكمان اشتراكه في مباراة امبارح حتى أعتقد لو وقته قليل، ده الطبيعي إنه طبعا بقاله كتير جدا ما اشتركش، بيشترك 10 دقايق وإن شاء الله الأمور تمشي، وإن شاء الله يشترك بأوقات أكبر، لأن صالح زي ما احنا عارفين مستنياه مباريات مهمة يا كابتن. مباريات مهمة هو كمان مهمة. عنده ومش هقول طبعا مكاسب، أنت قلتي مكاسب النادي الأهلي، لكن أنا كمان عايز أقول من مكاسب النادي الأهلي إن تغيير طريقة اللعب 4-4-2، احنا محتاجين يكون عندنا أكتر من طريقة لعب. كلنا عارفين الطريقة الأساسية 4-2-3-1، لكن وارد جدا في أحد المباريات بيستغل وجود 2 راس حربة. امبارح شفنا 2 راس حربة، بادجي كمان بيثبت وجوده وبيأكد ان هو لعيب قادم بقوه جدا جدا، مروان كمان. فان شاء الله يعني دايما كده مكاسب النادي الاهلي مستمره على المستوى النتائج وعلى مستوى الاداء ان شاء الله. صحيح. كمان الله. مشاركه عربي بدري كانت طبعاً مشاركه مهمه جدا مع فريقه امبارح. يمكن ما لعبش يعني مباراه برضو بشكل كامل، بس وجوده فنيا كمان يعني زي ما انت قلت، لا مهم قوي ان احنا نشوفه في الملعب ونشوف باقي الناشئين ان شاء الله الموهوبين المميزين مع مباريات الاهلي اللي جايه. ده دايما من اهدافه جماهير النادي الاهلي الفتره اللي فاتت، كان بتقول فين قطاع الناشئين، فين ناشئين النادي الاهلي. اعتقد يعني العرب بدر مع اشتراكه مع عدد دقائق صغيره، لكن هو لعيب موهوب ان شاء الله. زي ما بقول لكم وارد جدا ان الجهاز الفني منتظر طبعا حسم بطوله الدوري ان شاء الله قريبا، ويبدا اللعيبه الصغيرين تاخد دور اكبر، تاخد ثقه اكبر، وكمان يبقى الاستعداد ليه طبعا مباراه الوداد ان شاء الله على اعلى مستوى. فمبروك النادي الاهلي امبارح، ده اللي متعودينه عليك، مبروك كل المكاسب اللي حققناها، وان شاء الله في انتظار كمان نتائج جيده واداء كمان على المستوى. الاداء لازم يكون ان شاء الله في فتره جايه يكون افضل باذن الله. اللي جاي احسن ان شاء الله.